BFM 7-9 مع وائل توكيبري. صباح الخير تونس، اهلا وسهلا بكم من جديد في الستنا في الموعد كالعاده صباحي على اي اف ام احلى راديو من 7 ل 9 متاع الصباح مع كامل الفريق. كابتن تونيزيا كابتن خالد حسني، اخويا مرحبا بكم. صباح الفل والياسمين حاتم بالحاج، اهلا بكم. غو بونجور رو يا بديع بن جمعه، كيما سمعنا مين اللي مش برشا ما خليتوه اقصى اقصى ليه مش مخليني؟ لا ما بديع توا في كلمه تشامبيونز ليغ البارح اللي تحلف كرة القدم قوه الامن، وكيما سمعتوا امين جلنزا البي اس جي ورغم ملياراته شقولك ونجومه ريت والبترو دولار عتبه البي اس جي حقهم يسيلوا الدم. مازال بكري باش نحكموا على البي اس جي، خاطر ما قال اللي بي جي ما بي جي ما عم حاجه ولا بالحق، هي ما مازال بكري. هو رونالدو مش رونالدو، رونالدو الحقاني اي مازال بكري، مازال بكري باش نحكموا على البي جي. امبارح كوره نتاع ميسي اللي ضربت على البار، معناها كذا ضربت على ريستوران زاد مش على البار. بون شفنا سورتو ماتش الانتر ريال، انا اكثر تفرجت شويه نوستالجي نتاع ميلان ليفربول، زاد اللي ميلان كانت قريبه من انها ترجع باش تحقق فيكتوار بعد غياب على تشامبيونز ليغ قدام ليفربول، من غير ما نساو السيتي واللقطة اللي أثارت الجدل الكبير بين غوارديولا ورياض محرز على الطريقة كيفاش خاطبوا في عنده في لحظة، ما نعرفش فما مشكلة يظهر بين غوارديولا ومحرز بين بالكشف امبارح اللي إني با ترو أبريسي، ويظهر لي غوارديولا هو بطبيعته ما نعرفش عنده فيكو مش حلو مع لي جوار افريكان، نذكروا ايتو يا يا توري توا محرز، معناها ما نعرفش بتاتر عنده مشكله مع لي جوار افريكان، واضح واضح قولها بديع على دينك قولها اي معناها تتهمه شويه راسيزم اي يتهم بكونه عنصري، ايتو قالها عنده 4 ولا 5 سنين معناها قال ايتو في انترفيو انت اي قالها مع ايتو يعرف غير مني تعامل معاه ايتو تارون فالو سافوار. الله الله دونك هذا اللي خلينا نمر مباشرة فقرة جديدة متجددة، شكرا لكم امام. حبيت بسرعة هكا نقولوا راهي الكورة الكورة هي القلب الحي، الكورة هي اللي ما تكشف اسرارها كان بعد 90 دقيقة، لا تقولي لا فلوس لا تقولي لا نجوم. هذا مش نقول له حاجة والله وراسك يا حاتم، وتأكد المؤكد يلا جاء وقت الربح يا كابتن، جاء وقت ال 100 دينار تربحوها كالعادة معنا ومع بيك يوميا على اي اف ام. بيك ديما فما ستيلو بيك يواتيك بيك بور اون رونتري ريوسي كيما قلنا كل يوم، دونك ال 100 دينار على ذمتكم عليكم كان تجاوبوا على السؤال. نحن نمشيو مع بعضنا الأريانة كيما قلنا الموعد مع احلام مجلاسي الحلومه في أريانة، حلومه متواجده قدام ليسي خير الدين باشا باش تربح واحد ولا واحده فيكم كادو قيمته 100 دينار وان لو دو برودوي بيك. صباح النور يا حلومه، شكون معاك؟ بخير شحويلكم من لاباس، احنا اليوم في مدينه الزهور أريانة ما شاء الله، ريت كان الجارينا ما ريت حتى زهره، دونك نيدي للبلديه لهنا بربي أريانة معروفه بالزهور، دونك نحبوا شويه الزهور هكا الزهور وراك ماشيين جايين هذوك هما الزهور ما شاء الله ما شاء الله بالغوزه هكا الزهور منورين لهنا في معهد خير الدين خير الدين باشا، واللي يتوكل يتوكل على ربي. صباح هذاك اليوم اخترت امين الله امين الله، اليوم باش يربح معنا 100 دينار. قال لي قلت له كيفاش سمعت اللي احنا باش نربح 100 دينار من بيكو اي اف ام، قال لي راني سمعت توكا صباح قال نحبكم 8 قدام المعهد يا اخي جاي احنا قاعدين غاديكا، قلت له هي انت اللي لازمك تربح اليوم، قال لي حتى انت انا نستنى فيك باش نكمل نشري تليفون وديجا ما عنديش ستيلويت وحايره انا هي باش نشري الستيلويت يا اخي. قال لي اما ان شاء الله ما يطلعش يقرا 8 بريفيو وهرب لا لا لا، قال لي نجم ندخل نجم ندخل 10 كيما تعرفوا توا ما فماش اي نجم يدخل معناها نجم يدخل 8 الولد مدير عنده لا لا ما يدخلش كيما نجم ما يدخلش السيد اللي عنده الستيلو يدخل وقت اللي يحب من انت يا امن الله كيفاش باش يدخل وما عنده ستيلو؟ السؤال يا احلام خاطر بالحق ما نحبوش هكا نعطلوه على الدراسه نتاعو، نذكر فيسع بالسؤال. السؤال نتاعنا اليوم يقول قداش من كيلومتر ينجم يكتب ستيلو بيك كريستال؟ بيك كريستال قد من كيلومتر يا امن الله؟ صباح الخير ساعه صباح الخير شنو احوالك؟ الحمد لله. اش رايك قداش ينجم يكتب بيك؟ 2.5 كيلومتر زيد شويه زيد شويه غير كيلومتر
3 كيلومتر تقريبا ظهر لي امان الله عمره لكتبهم هذاك علاش اليوم قاعد يطلع معنا بال تاتونمون ميسرش افكتيفمون الاجابه هي حتى لثلاثة كيلومتر. مبروك عليك المئة دينار من اهداء بيك واللودو بخدوي بيك كذلك. توا باش ياخذهم ل 100 دينار كيما قاعدين تشوفوا شبعه السيلويت. هكا قلت له كان تحب تسلفني ولا حاجه قال لي دي تبقى رشوه يعني دونك ما حابش قد ما قلت له عطيني معاك ولا حاجه قال لي لي 100 دينار باش يكمل يشري بهم التليفون. هكا كان بوه يسمع فيا ولا حاجه نقول له راه ولدك باش يكمل يشري بهم التليفون كي باش يشري بهم حاجه اخرى فكهم له دونك دونك ميرسي بيك على شيء على ستيلويد والفلوس باش تشري بهم التليفون. يعطيك الصحة. دونك نحبوك قراي وتكتب بيهم تحاسبنا فارغين للستيلويد هذوما. يعطيك الصحة وان شاء الله بنجاح. كان على ستيل وغاب صبيح مالا ب 100 دينار باش يغيب شهر. شهر ان شاء الله شهر. شنو الاجواء سينو في اريانا يا احلام مدينة الزهور والورود ميسالج الوردي بحذاك اموا. والله جونا به البوليس او من هنا قالنا في صوروا على رواحكم في ظروف امن وامان يحيون الانسان في تونس كالعاده. قابلتنا قهوه عملنا فيها ابتزاز خفيف. قهوه هذيك قهوه مشهوره قهوه الحاج انا في بالي ولا لا قهوة الرياض. الرياض يعطيك الصحه يعطيك الصحه قهوه الرياض هذه هي زيدني جوز قهوه اخرين في اريانا في سعبديه جوز قهوه اخرين لا خلي خلي ذكرني في صغري كنا باش نعطي حاجات مش باهيه باش نشجعوا عليها نزيدوا قهوه البلار وقهوه في خيردين قريت في الغزاله ما عرفتش علاش في غادي انت من الغزاله غاديك علاش خالتي يقرا غادي خليه حلو ما تختم اي فوالا عايش نسيتوني لهنا جوست من قبيله امين الله يحب يسال سؤال الحاتم بالحاج هو فرح قال لي شوف لي حل قلت له شوف لي حل جوست قال لي نحب نسال سؤال شنو السؤال اللي قلت لي عليه هكا الورقه هذيك بين زينب و وسليمان ورقه زينب معروفه ورقه زينب ما عندي ستيلو بيك باش نقول لك ما كتبتش فيها ورقه ستيلو بيك هذيك والله حكم الله ما يحب ريبونس لحظه ما نجمش نعطي ريبونس خاطر مبنيه هي على الميستير نعاودوها للمره 25 مليون الف هاي برا اقرا على روحك عاش ولدي هاي برا هاي من الله برا شوف حل حياتك شكرا ليك يعطيك الصحة يا حلومة يا باهي أحلام جلاسي كالعادة كل يوم من قدام المعهد تربحكم 100 دينار و ان لو دو برودوي بيك من احلى وما اعز ما فما بالحق في لي برودوي للعوده المدرسيه. شكرا حلومه مبروك عليك امان الله وبالتوفيق ان شاء الله في السنه الدراسيه الجديده هذه. يلا اقرا على روحك عايش خويا غالي عايش ولدي اللي كنت فيها زيدا توكا شيماء سيم وصبري اللي مش كانينا خاطرين نظهر وراء الكاميرا دونك هما زيدا شيماء تصور فيا ومعنا صديقنا صبري محليه التواضع يعطيك الصحة النجومية نتاعك تشعر الناس الكل القاعدة تبارك الله يا حلومة صبري وشيمة شكرا لكم كيف نحب نذكركم انتوما زادة تحبوا تربحوا معنا غدوة في نفس التوقيت باش نكونوا موجودين مع 8:15 قدام ليسي الصادقية يا كابتن في القصبة صديقية وما تنساوش ديما فما ستيلو بيكي خالد يمشي لهم غادي كابتن غدوة ديما فما ستيلو بيكي وتكتب نتاعك سو جو فوز ا ايتي بروبوزي بار بيك ديما فما ستيلو بيك وتيك بيك بور اون رونتري ريوسي انا قلت لساخر الدين باشا قال الله يرحمه خير الدين باشا الكابتن لا عم عيسى خالي عم عيسى الله يرحمه عم عيسى بتاع صديقيه بتبيع عم عيسى قدامي يبيع العريسه الحلوه و كارديو ما عنده صار اون ديريكت اي بيان سور وان كارديو ما عنده قلت مش يعمل لا هو يقدروا في الديريكت لا ولا بالحق شو معناها معناها حي ميت وباقي نقولوا له ويقعدوا يستناوا فيا وقتاش با ناخذوا البريم في حمله باش ناخذ البريم باش نخلص على الناس الكل خاصه على باش نحييه منصف جيجا اخويا العزيز فهمتش كيفاش احنا خذينا باك ليتر وطلعت معناها انا ما فهمتش الاداره نتاع اي اف ام اعطيوه للبريم خلينا يخلص عليه ستيلو بيك شكون؟ سي كابتن انت كيفاش كنتوا تاخذوا بريم هذا وصلت تربح انت كابتن في الماتشويت
تو كليب ايه اما البريم ماهوش بال بحكي ايه بريم ممتاع مين هذا يهمني اما فما حاجات ممكن ما تهمكمش نحب نعرف رايكم يا جماعه كي العاده موعد مع الاكتواليتي يهمني ولا ما يهمنيش يهمني ما يهمنيش الافراج على المحامي مهدي زغروبة الاستاذ مهدي زغروبة نذكره فيما يعرف بقضيه غزوه المطار ولا اقتحام المطار محكمه الاستئناف تقرر عدم اختصاص القضاء العسكري واستبعاده من القضيه هذه باعتبار انه المعني هو مدني ومحامي نستمعوا لي رسائل برقيه ابعث بها من السجن المدني بالملاقيه رساله الاولى الى رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد رجاء لا تقحم المؤسسه العسكريه في خصوماتكم السياسيه المؤسسه العسكريه محل ثقه واجماع رساله ثانيه القيادات الامنيه صلب الوزاره الداخليه التي ارادت ان يكون نزيل السجن المدني بالملاقيه الى لطفي الصغير مدير اداره الحدود والاجانب الى عدنان السلامه الجلاد الجديد في وزاره الداخليه الذي له حنين خاص لنظام بن علي والذي اراد من خلال الزجب في هذا الملف ان يعطي رساله للمحاماه وان يريد اصمات صوت المحاماه المحامات صوتها عالي ولن يستطيع اي قوة في هذا الوطن ان تخمد صوت المحامات رسالة الثالثة الى القضاء اليوم المعركة ستوصلها المحاماة التونسية سندعم بالتعقيب وسنتمسك بعدم اختصاص المحكمة العسكرية نطلب منكم المرحلية بالله باش نفهموا الموضوع اول شيء المحكمة المدنية محكمة الاستئناف درجة ثانية دونك تقرر عدم اختصاص المحكمة العسكرية هذا قد يكون مفهوم جدا ممكن المبدا هذا برشا يدافعوا عليه حاتم هذه الساعه المرحله الاولى هنا جايين المحتوى الكلام والتصريح نتاع الاستاذ مهدي زغروبة هو بون نفهمه نتفهمه خاطر هو يحس روحه تظلم يحس معناها والمحامي راهو يمكن في مرحله متقدمه جدا يقع الايقاف نتاعو العركه توا معناها هو من القضاء المدني هو اختصاصه هو مدني لكن زاد اختصاصه محامي مدني فما القضاء العسكري والقضاء المدني وهذا معناها اذا محكمه الاستئناف خذت القرار هذا انا نعتبره صائب خاطر فما المدنيين ديما هذا مبدا المدني يحاكم بالمدني الاجراءات الاستثنائيه اللي صارت عام 25 عام يوم 25 جويلية هل تشرع معناها كل شيء ولي عسكري لا أظن ذلك خاصة اللي الوقت قاعد يتقدم والقضايا كمن هكا وهذوما الدواليتي ما بين زوز محكمات محكمة القضاء المدني والقضاء العسكري بشراو برشا حاجات فهمتر أسبيري عاودوا يرجعوا للمدني خاطر طول المدة زادة تعطي العباد شجاعة كما سمعنا السيد المحامي بزيك خرج من الحبس ونتفهمه كي يكون معناها صوته هكاكا ممكن تتفهم النبرة لكن هل نتفهم هذا الكلام يقول الرئيس الجمهورية أدعوك لعدم الزج بالمؤسسة العسكرية فيما يسمى باللعبة السياسية هذا لازم يكون مفهوم لكن أنك تسمي وتعرف وتعرف بالهوية متاع إطارات أمنية وفما اللي تتهمها بأنها جلاد الشعب يا بديع هل هذا قد يعتبر ثلب ولا شتم على الأقل هذا يظهر لي التنمر من حقهم هم الناس اللي تم ذكر أسمائهم منهم معني يشكيوا به لكن بون تقول نتفهم اما ممكن فك لوفوري نتاع الجلسه وبعد القرار اللي انصفوا في بالنسبه لي هو دونك كانت رياكسيون هكاك انا ما فهمتش علاش زاد بون هذه موجوده في القطاعات الكل هي الحمله الكلها الناس كل تمشي على كونه محامي معناها هذاك علاش المحامين الكل ساندوه فئويه كوربوراتيزم فوالا فئويه في كل بالضبط. في كل واحد بالضبط اذا كان اخطا ساعة احنا كونتر انه يمشي المحكمة العسكرية محكمة مدنية ما اذا اخطأ محامي طبيب صحافي بطال لازم كيما الناس سواسية. سواسية مش على خاطر محامي لازم ان بريفيليج ولازم خاطر شفنا زاد هبة كبيرة من المحامين فما قراءات تقول لك انه ممكن نعرفوا لهنا اذا كان محامي تعدى ممكن محامي اخر عنده قضية اخرى وربما مش نفس الوضعية في وضعية اسوأ زاد كيف يلقى مناصرة اخرى بالتالي ندخلوا في منظومة اللا عقاب مستقبلا اما اللي صار في حدث المطار ما فيش كان زاد المحامي دوره اسماء اخرى انه يدافع اللي لازمها زاد كيف تتعدى وتتحاسب على ما حدث لانه فضيحة اللي شفناه نهارتها في المطار خاطر ننسيه فيه صح احنا نرجع نشوفوا الفيديوهات ونشوفوا شنو صار شوفوا كيفاش دولتنا بالحق شلكت لين ما عادش معناها نذكروا الاستاذ مهدي زغروبة هو محامي السيدة اللي وقتها منعوها من السفر في المطار وفي شيء SD7 المحامي دوره انه يدافع على منوبه اكيد
لكن في اطر قانونيه بالضبط. في المركز نتاع الشرطه عند الايقاف عند قاضي التحقيق وقت تتعدى عن النيابه العموميه ومن ثم على القاضي التحقيق في المحكمه ترافع لكن تمشي للمطار وتولي تدز وتستبندي هل هذا يعني انك محامي ناجح السؤال يطرح ولكم التفاعل ومواصلين نحن بعد شويه في طرح مواضيعنا يهمني ما يهمنيش الكابتن ليك الكلمه من بعد اللي يفهم اكسبريس كالعاده اهم عناوين الاخبار الست نوف حتى للتسعه صباح الخير تونس من 7 ل 9 نتاع الصباح اي اف ام 69 مع وائل توكيبري 8:35 دقيقه صباح النور اهلا وسهلا بكم من جديد مواصلين في طرح المواضيع نتاع اخر الاحداث الاحداث الانيه طبعا لاكتواليتي يا كابتن واللي هي الحقيقه اليوم جات مفاجاه شويه حكينا على المحامي مهدي زغروبه قلت لي ما عندي ما نقول في الموضوع لكن اكيد الموضوع التالي باش يهمك برشا نحكيو على تونس واثيوبيا الناس الكل ممكن سمعت بملف سد النهضة السد ذي اللي تبني فيه تقريبا كملت أثيوبيا بناء ومازال في مرحله الأخيرة السد اللي قد ينقص من تدفق النيل على السودان ومصر ويهدد هوني نحكيه الأمن الغذائي والأمن المصري القومي نعرفوا قديش صاير عليه من بوليميك ووصلت مصر هدد بالحرب حتى وقاعدة تقدم في الليبيون تاعها على المستوى العسكري وحتى الدبلوماسي شنو هو جديد يقول القائل عندك فكرة يا كابتن تعرف اللي تونس عندها مقعد المقعد الإفريقي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في تونس نعرفوا اللي الموقف مساند لمصر الموقف الرسمي تقريبا لكن وقت اللي نحكيه على المقعد هذا الإفريقي يولي الموقف زاد معتدل خلينا نقول وسطي نوعا ما لكن اللي صار انه تونس تثير غضب أثيوبيا من خلال دعوتها لل ضرورة العودة للتفاوض هذا اش قالت تونس في مجلس الأمن شنو يصير أثيوبيا وعن طريق ومن خلال وزارة الخارجية متاحة تقول تونس ارتكبت خطأ تاريخيا ولن نعترف بأي مطالبات تقول انه تونس تجاوزت حدودها وصلاحياتها لأن المقعد هذا مقعد إفريقي وليس مقعد خاص بتونس نعرف انه الدول العظمى فقط عندها مقعد قار في المجلس هذايا مجلس الامن وشدت الخارجية الاثيوبية في بيانها انه زلت تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تخلي مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الامن الدولي على مقعد افريقي مقايض يعني انه تونس تقريبا انفردت بالقرار وانفردت بالصوت وانفردت طبعا بالمقعد هذا إذن اليوم أثيوبيا تطالب المجلس بعدم التدخل في سد النهضة تقول له مش من اختصاصك ومش من صلاحياتك وفما الاتحاد الإفريقي اللي قاعد هو يمشي في الملف هذايا خلي ليه الصلاحية والنهر النيل مش متاحة زيت متاحة فما معناها في العالم أجمع معناها يغزر المشاكل ذوما تلقاهم كان في الدول الفقر والفرعنة عمرك سمعت الدانوب بلو صارت فيه مشكل عمرك سمعت تعرف المشاكل وين صايره صايره في النيل وصايره زاده في الصين والفرات لا لا في الدجله والفرات دجله والفرات نحن هاو هنا نحن رانا مسلكين خاطر راهو ريت تزير كان جد معناها الدنيا الدنيا راهو تدفق اكثر فما ما اما نحن متفاهمين نحن الدوله التونسيه الدوله الجزائريه نحكي على مجرده خاطر مجرده المنبع نتاعو من غير الجزائر طبعا اما النيل من معناها من اكبر لو دوزيام ولا كي تحسب الروافد هو والميسيسيبي لكن النيل راهو يعيش في السودان يعيش في المساروه النيل مش واد متعدي راهي الاقتصاد المصري الكل قايم قايم الناس تاكل كان من مصر هبت الحوت الكل بيان سور لكن انت تقول كان في بلدان الفقر والفراعنه كما قلت انت الفراعنه ليه الفراعنه جميل اي فهمته لا هو فهمني زي كابتن يا كابتن فيخي يا كابتن شو الفيراج باهي ماشي يا كابتن ماشي الفيراج ما نستا ما يسالش عاد ماشي باهي ما تخوش عليه لكن هو حبيت نقول سامحني حاتم لانه زاد احقاقا الحق راهو المشاكل هذوما موجودين في كل القارات نعطيكم مثال بسيط الصين ما عندها الكمبوج واللاوس وعندها العديد من البلدان الاسيويه اللي تجي تحتها تقريبا نقولوا جغرافيا اللي كيف كيف الانهار اللي تمر من الصين وخاصه انه الصين تتقاسم تعرفوا سلسله الهيمالايا مع الهند وغيرها من البلدان دونك عندها برشا وديان قاعده تقص على التدفق زاد نتاع بعض نتاع الانهار هذيا علاش باش تولد الطاقه هو في الحقيقه
باش تولد الطاقة دونك نقصت في تدفق الأنهار هذوما على الكمبودج وعلى اللاوس وعلى الفيتنام وقائمة القيامة زادة. هو توليد الطاقة راهو ماهوش هو الصد وين المشكلة؟ الصد وقت اللي يخصص المياه لكل الفلاحة خاطر خاطر الطاقة المية يتعدى معناها ماهيش مشكلة كبيرة وداير ما فماش معناها لوينو سيزي. أنت عندك من أكبر عندك لوغانج اللي هو المنبع نتاعو من نيبال من الهيمالايا ويتعدى والهند زاد. تصور أنت يعملوا صد غاديك على الغانج ويوقفوا معناها بالحق يغى مشكلة غذائية وأمن قومي عند الهند. أنا اللي نحب نقوله كونه إذا تونس دعات للحوار هي السميق نتاع التدخل لا تدخلنا في شأنهم لا تدخلنا فيهم هما بو هي شتكور هنا. أثيوبيا تعرف الواقع السياسي في تونس زريقة اللي نحن معناها باش تزعزعنا شوية باش نعاودوا نحن نقولوا خاطر السيسي وخاطر عنده علاقات مع السيسي والسيسي يمل عليه. السيسي يعمل في الدبلوماسية وتونس تعمل في الدبلوماسية وحتى السيسي معناها حتى كان جت بلاد أخرى المغرب هي الممثلة متاع هالكرسي الإفريقي ذاتي وربيش عملنا بيه هالكرسي تيهم عندهم الفيتو ونحن ماشيين غادي موقف أثيوبيا مدين. يا كابتن يقول لك هذا شأن إفريقي إفريقي. الاتحاد الإفريقي قاعد يقوم بوساطة بين مصر السودان وأثيوبيا في الجهة المقابلة باش يحلحل الأزمة. علاش يا تونس تهز في الموضوع هذي المجلس الأمن وترد فيه موضوع دولي وتطرحه على القوى العظمى في العالم؟ علاش خليه في افريقيا مجلس الامن هذاك دولة تونس المقعد هذا يخول لها المشاكل الافريقيه المشاكل الدوليه. احنا نعرفوا احنا السفير سفير كان جاي العكس راهم فرحانين ولكن يعني كلمه اليتيم قالت لي جا التفاوض شو وانا نمشي مع تو الناس الكل تلوج بالفتيله يقولوا فماش حويجه ضد قيس سعيد الناس الكل تونس شو الناس الكل في تونس البرة كذا وكل استقبال بالخارج كله مربوط ببعض وكما قالك معناها وانا معناها نمشي اسمه صد النهضة هو نعم اسمه صد النهضة والله وش نقول لك معناها هم يسميه اللي يحبوا سميه صد المنيع صد النهضة هم يسميه اللي يحبوا ولكن نفس الشيء مو لازم نجيب التركي والتركي علاش عملت الصد عبد الجبار والفورات مال وعليه ما كيف كيف خاطر الحرب اللي جاية حرب المياه صح. ولو أن كيسنجر قال عنده وقت اللي السعودية وقفت البترول الملك البترول شوك بترولية ولا 79 هو 73 وقتها عنده كلمة عنده مقولة قاعد تاري قال مش رجعوا ليترة تاع الماء المعدني أغلى من ليترة تاع البترول وهو متاع ليسانس وعملها. دونك معناها المشكل هي الكل هو جبد القانج وجبد نارشو باتيتلا وذيك مغادي وانتي ونارشو اي خوي والميسي وش اسمه الامازوني 7000 كيلومتر يتعدى على الدول على الدول لما يكون هكا بس عليه بالناس كل شيخ الناس كل معناها هم ديكوتا راهو يتعاملوا مش معقول ما لجاء وعملوا معناها صد هذه كل ليش نقول وتعرف معناها الامور هذه انا نقراها نقرا شويه راهو الامور هذه راهو زاد كيف ما نقولوش مؤامره راهو يد اسرائيليه موجوده وانا المفاوضات الاخيره تركيا دخلت روحها في المفاوضات بين مصر وبين اثيوبيا لعلها وقت بدات تقترب من مصر. نعرفوا الامور هذه دوليه وليست افريقيه مقربه جدا من الكيان الصهيوني من اسرائيل هذا معروف ونعرفوا حتى تعطي فيها في الماء الجاليه نعرفوا الجاليه الاثيوبيه اليهوديه الكبيره المعروفه ولو تتعرض لتمييز عنصري كبير في الكيان الصهيوني في الاراضي المحتله. لكن نذكروا زاد لاثيوبيا راهي دوله تعرف عندها نسمه كبيره ياسر 112 مليون باش نعملوا لها تقدم مصر ولا اكثر شويه عندها الحق زاد انها تحب تولد الطاقه. اليوم عندها كرواسونس ا دو شيفر بزوز ارقام النمو نتاعها الاقتصادي لازم تموله ولازم تغذيه وتلقى له الطاقه على حساب السودان وحساب مصر وغندا وين المنبع نتاعو ان شاء الله ما نكونش غلط كان غلط لي غران لاك تقريبا سمعت في غندا انا ما نعرفش والله اعلم فهمتي سامحوني كان انا غلط قولوا يا كابتن راك غلط فهمتني. دونك مش هو نجي انا خاطر على ما عندي 100 مليون ايه والسودان قداش فيها والواحد قداش فيها شو انت معناها تحكم في المياه الواحد مش معقول يا كابتن. تخيل شكون البلد الافريقي الوحيد اللي عمرهم لاحتلوه عبر التاريخ اسمع تخيل هاي اثيوبيا عمرهم احتلوه عمرهم لاحتلوه التلين شكون التلين ما احتلوهاش دخلوا وخرجوا خويا العزيز التلين هما وارتيري عند دائره اللغه الايطاليه مازالت غادي فيها مي ثابت هذوكم فهمتي اصدقاء اثيوبيا ما قعدوش فيها ما احتلوهاش
دخلوا وخرجوا. اون تو لي كا حابين نقولوا زاد هوني اللي الموقف لازم يكون معتدل في مجلس الامن، ما نحكيوش على التضامن العربي مع مصر. معتدل بالنسبه لشكون؟ وما فيه حتى ادنى شك انه تونس تلعب دور فعال في مقعدها هذه اللي قريب العهده قريب تنتهي. ايش تتكلم؟ والله شوف وقتاش نمشيو من الكرسي هذا، كل كرسي راه مشكل فيه. اون تو لي كا الموضوع كيف دخل الاحتلال البريطاني غادي فما واحد كان ظالي اصله تونسي مشى عاش في السودان وكل تقرب من الملك، وبعد شد هو خذيه بنت الملك، وبعد كي مات الملك هو خذيه عليه. اول حاجه عملها بعث رساله للملكه فيكتوريا قال لها اسلمي تسلمي ويزمك تعرس بيا سينو راني انا معناها هو اصله تونسي كان قاري في 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 يلا يا اخي بعثت له الجرو قد مشكون ومسكين ميت. تاكيدا المعلومه يا كابتن، اثيوبيا ما احتلوها حتى قوى اوروبيه نحكي ولا قوى الاحتلال والاستعمار، ما عدا ليبيريا ما عدا بين 36 و 41 نحكي على 5 سنين مرور القوات الايطاليه منها ما احتلتهاش. 5 سنين ما احتلتهاش القوات الايطاليه، 5 سنين ما احتلتهاش. اكيدا الكلام الكابتن، اوغندا منبع من المنابع، فما اوغندا وتنزانيا خاطر الحمد لله مانيش غالط الحمد لله لي غرون لاك افريكا. وبالنسبه لليبيريا يا حاتم، هي اول بلد افريقي نال استقلاله. هاو شكون بالضبط كبير ثبتوا في جورج ويا مال يا وليدي؟ عاد نعطيكم في معلومه سور بهيش توا هكا توا 48 دقيقه هو الرايين خير من الراي يا كابتن، وثلاثه خير من الراي. عوده مدرسيه وكلام فيسمع فينا معناها هم نعطيو معلومه صحيحه. هذا صحيح شفتوا الربحوات هذوما ولا الربحوات تكتب بهم صحيح معناها. هيا تاكدوا لي ومن بعد شويه عايشكم زاد تعطيو حق كل واحد برشا زاد ما يتفاعلوا مستمعين ويعطيو في اسامي اخرين. هيا تفضلوا هاي نعطيو الكلاسمون من بعد ما تعطيوني رايكم في الخبر هذا يهم تونس كذلك وليبيا. نحكيو على اعاده فتح الحدود قريبا مع ليبيا مع اعتماد بروتوكول صحي قلنا جديد لكن هو قديم في الحقيقه عنده عام من ديسمبر 2020 تم وضعه لكن ما تمش تفعيله. أي تأثير للقرار هذا على وتيرة التهريب؟ نعرفوا لي هذا باش يكون إيجابي على الاقتصاد للبلدين، على أهالينا في الشمال وخاصة في الجنوب، مهم جدا زاد هذا ما فيه حتى أدنى شك، باش يكون عنده أبعاد صحية إنسانية هامة للشعب الليبي الشقيق كيف كيف. لكن حبينا ناخذ اليوم الزاوية متاع التهريب، علاش؟ لأنه يعود التهريب للعنف المسلط على القوات الأمنية والديوانية والجيش في تونس. شفتوا صار في سيدي بوزيد التعنيف اللي صار، الهجوم اللي صار على الديوانة وقت اللي وقفوا كمائن متاع مهربين وعملوا الحجز مع القانوني متاع الكمائن هذوما، عملوا لهم بعد براج قصوا عليهم الكياس، ومن بعد كما نقولوا بدرجتنا صدموا على الدب وعلى المستودع الحجز وحبوا يخرجوا الكمائن. بالزي الديوانة وتشوف الفيديو ما تفهمش شكون الديوانة وشكون المهرب معناه. قولك معني حتى المطارده يظهر عكسيه ولات المهربين كانوا مع ساعات كي تبدا البريغاد صغيره معني زوز من الناس ثلاثه من الناس. نحن ساعه نعاود نكرر هذايا لا يستقيم، ما يلزمناش نراو في تونس قوات حامله للسلاح ولا قوات بالزي ولا هذوما يمثلونا التوانسه. راهو هالمهربين نون سولمون يعتديوا علينا في قوتنا، نون سولمون ما يدفعوش اداءات، نون سولمون يعرضوا في الحياه الخطر، نون سولمون يعملوا في نزيف معناها ممنهج للاقتصاد التونسي خاصة في المواد المدعمة. وشوفوا الدبوات اللي البارح 22 ألف كراسة مدعمة تاع فقراء معناها تاع ناس معناها ماهيش خالطة وحتى من الطبقة الوسطى ما نجموش معناها يخلط يعمل 10 كراسة كيكا زوز كراسة على العينين كاليتي سوبيريور. معناها الناس هذوما مجرمين في حق البلاد ويكملوا معناها يكملوا يعتديوا باندية بهالطريقة هذه الوحشية. هذه الكل نحن متفقين عليه. لماذا تجرؤوا؟ لان مع الاسف وهنا مانيش باش نعمم، مع الاسف فما برشا كناتريه، فما برشا معناها يشريوا كياسات، يشري طريق باش يعدي سلعته. واش كيفاش يشري؟ يعطي رشوه معناها لا تونتاسيون دو ديابل نجمو نسميوها هكاك، يعطي رشوه للاعوان معناها من الامن من الديوان
زوينه باش هو دونك يمكن يحسب غلط في الصيد ولا الصيد يمكن نقلوه جديد ما في بالوش بالسيستم جات في راسه هو لكن السيد هذا يمثل هناك شعب تونسي بالضبط كما نخذلوش حقه بالضبط يعني اعتداوا على الشعب التونسي الكل ومشكورين الاعوان هذوما اللي ضبطوا النفس لاخر لحظه والاعلى درجه وما ردوش الفعل بورتو مسلحين عندهم الحق باش يردوا الفعل عندهم الحق باش يردوا علاش يردوا الفعل على جمهور الكره ردوا الفعل على الكناتريه لا وعندهم الحق حتى بالكرتوش وما تجيوناش انتوا على الديمقراطيه وحقوق الانسان وتولي كيفاش يضرب لا يا سيدي يضرب في حالة دفاع عن النفس والدفاع عن الوطن والدفاع عن الاقتصاد السيد يشرع عليه لا فما واحد حتى داو عليه شفناه في الفيديو معناه الكومبينيزون بتاعه مقطع ديجا هي اللبسة هذيك رمزية معناه يا ولدي شنو انا قطع طرق لماذا؟ لأنهم كانوا محميين ولا زالوا محميين بهك اللعنة الحصانة فما حصانة معناها قانونية وكما قال معناها أن اللصوص محميين بالنصوص قيسون مقالة هذه شكونو؟ سيد رئيس الجمهورية ذكري شوية جاك نفس الجدمو بتاع لا اي كبس هاي اللطف العبدل شكرا يا كابتن حبيت نختم معاكم في جولتنا الإخبارية هذه حيو لطفي العبدالي ده كيف وفي آخر الأنباء يا كابتن كما تعرف بخبر يجينا من وزارة النقل إخبارنا الحقيقة فرحني لكن نحب نتسائل مدى حقيقة واقعيته إمكانية تطبيقه وتنفيذه وتعميمه حتى نحكيه هوني على التصريح لوزير النقل واللوجستيك السيد معز شقشوق يقول ما عادش باش نقتنيو الحافلات المستعملة تعرفوا العشر سنين هذوما ناخذوا في اللوكازيون من فرنسا بالاساس وبالالاف الحافلات بالالاف طيارات مستعملة خلي حافلات يعطيك الصح شفنا الحالة اللي يوصلوا فيها في الاخر اليوم يقول لك ما عادش نقتنيو باش ناخذوا جديد وباش ناخذوا حافلات صديقة للبيئة يلا في 10 ثواني ونعملوا تور دو تابل ممكن هذا شو ممكن صديقة البيئة هاو البيانات القديمة على استعداد الاستراع مرتين الشروع ووضع خطة معناها الكل فشوش سيتين كوكي فيد سيتين كوكي فيد لا أكثر ولا أقل فهمتي ولا طوى في تونس شقشوق فهمتي ولا اللي فما الحافلات إيه نحب نفهم حاجة قال لك الاستراع شو لا نعرف ليه فما حاجة فسروا لي الاستراع في استكمال التفويت اسمعوني مليح في الحافلات المتقادمة غير القابلة للجولان كيفاش تحب أنت تبيع حافلة وهي غير قابلة للجولان هاي فسر لي شقشوق وهكا ولا ممكن لا يجب تقرأ يا كابتن مش قال قالك نعاودها الاسراع في استكمال التفويت معناه مش تبيع التفويت في الحافلات المتقادمة غير القابلة للجولان يا مال هاي نعطيك كابتن تمشي بيز ديتاشي تمشي بيز ديتاشي تمشي خردة يقولها بالنسبة لي أنا كمواطن أنا يا أخويا أتسائل يسمو معناها يوضح حيرة الكابتن لازم نجاوبوا عليها إن شاء الله حيرة الكابتن والفيراج كابتن تونيزيا شكرا لك يا كابتن وقعد معنا كالعادة قبل ما نغادروكم بالطبيعة كالعادة نحبوا نربحوكم توت سويت جو على البيئة يا جماعة 100 دينار من جديد نحكي هوني على شعار بروتوكول مونريال الحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت إشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحيي اليوم العالمي للأوزون بالمناسبة هذه باش تكون موعد وباش يكون موعد يومي مع كويس سهل يربحكم 100 دينار ويثقفنا زادة وهذا كي تطلبون على 31380 ألف واليوم معنا سي سليم من صفاقس طلبنا وحاضر معنا نقولوا له صباح الخير صباح النور سي سليم اهلا وسهلا حاضر يا سي سليم باش تربح 100 دينار ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سمعت السؤال نعاودوه ميساج نكروه الانبعاثات الانبعاثات الغازيه الناجمه عن الانشطه البشريه والتي تسبب استنفاد طبقه الاوزون هي 1 انبعاثات غازيه تحتوي على ذرات الهيدروجين انبعاثات غازيه تحتوي على ذرات الكربون انبعاثات غازيه تحتوي على ذرات الكلور والبروم شنو هو الجواب الصحيح سيسليم الكلور والبروم خير الامور ايوا الدنيا نعم خير الامور اخر جواب في عقلك فما عندكم بيبان برشا في صفاقس فما باب باب فما باب الجبلي فما باب الجملي جبلي جبلي جملي جبلي جبلي بعدك جملي وزير الاولي ما غنش تعرف كان البون سويد يا كابتن يا اخي خلي جاوب الباء 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 خير الامور
ها باب الديوان قال باب الديوان هي عندها وقتيتك البي شو ما فما اي بي يلا يا جماعه الكلور والبروم الاجابه ثالثه كيما نقول يعطيك الصحه يا كابتن ربي يزيد عوض حاولت انت لا لا زيد عوض زيد عوض اعطيه فرصه خير ايه خير الامور الانبعاثات الغازيه الناجمه عن الانشطه البشريه والتي تسبب استنفاد طبقه الاوزون هي انبعاثات غازيه تحتوي على ذرات هذه الاء هذه يسلم قرايتك على ذرات الكلور والبروم مبروك ل 100 دينار سيسلي من صفاقس صحيح صحيح ساره شو يقول لي بيه هو ما انتم خاطر مش بالكم حاشيك حد ما قال لك ديوكسيد دو كربون شكرا يا سي سليم يعطيك الف صحه سامحني يا اخويا راه انا هذوما نعرفهم ريت حبوا يغلطوا لا ما حبينا لا وحتى حاتم بالحاج مش في باله راه انت يا حاتم قلت لي يا كابتن تخليه المستمع يتحدث ما يسالش معناتها ما يسالش يتحدث المستمع معنا سي سليم تفضل مشكور نهاركم زين يسلم قرايتك يا سي سليم ويرحم من قرى ورا يعطيك الف صحه بارك الله فيك نهاركم زين نهارك طيب الافاده بعض الاساليب الصناعيه والمنتجات الاستهلاكيه تنبعث منها مواد مستنفده للاوزون في الغلاف الجوي هذه المواد المستنفده للاوزون هي غازات تحتوي على ذرات الكلور والبروم وتحميلها الى طبقه استراتوسفير اين تنتج عنها تفاعلات كيميائيه تدمر طبقه الاوزون مبروك عليك يا سيستيم انتم زاد غدوه كان تحبوا تربحوا معنا 100 دينار وتكون عندكم الفرصه هذه كلمونا واسمعونا 31 380 الف. اذا قبل ما نغادروكم وقبل ما نمشيو للفاطن يا مواطن تاكيدا للمعلومات كما قلنا ليبيريا هي اول دوله وبلد افريقي ينال للاستقلال نتاعو خبر قلتو صحيح اثيوبيا البلد الافريقي الوحيد اللي ما تمش احتلاله اما دخلوا له دخلوا لكن ما احتلوهوش فرق كبير ينجموا يعملوا معسكرات ينجموا يعملوا ثكنات لكن الاحتلال شيء ثاني الاستعمار والاحتلال يا كابتن حاجه اخرى شكرا ليك يا كابتن كيف انت باش تعلمني شو الاستعمار خبير في الاستعمار يعيط علينا هو والله مانيش عارف عليه ما نقوموش نعملوا نعملوا ايكول مورت لا احنا مش نعملوا كما يعملوا اخرين الفئويه الحقيقة هي توا 58 دقيقة اعملوا اللي تحبوا توا صحيح عديهم ساعتين غدوة غدوة يلا فاتن يا مواطن غدوة اخر نهار ان شاء الله ان شاء الله ننوروكم ونكونوا مع بعضنا كالعادة فهل لما الحلوة يلا سيد امين في الاخراج فاتن يا مواطن فاتن يا مواطن مع الياسر والهوني السؤال كالعادة ليكم حاتم كابتن بديع السؤال يقول اش معناها خام براند مزيج براند وشنو هو تاثيره على الاسعار اللي نشريو بها النفط هذه ما عندهاش حتى اي سيله بتركيا ما عندهاش هذه لامير دو نور البترول معناها عاملينه مؤشر وحده اللي هو جاي من لامير دو نور وكاليتي نتاعو خير من خير. من البترول نتاع الرمال الصحراوي كابتن توافقوا تشاطروا راي حاتم تشاطروا راي من ليه بديع القول ما قال بالحاج الله ما البراند فما البراند وشو اللي اخر يجيب لنا ذاك يعني ترامب في الميكرو يا كابتن ما نعرفش نسمعوا فيك ترامب ليه 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 التراند هذاك تراند تراند زي حاجه اخرى زي المؤشر نتاع لامير دي نور هو ذاك اللي جميل جدا شكرا يا حاتم يعطيك الصحه الاجابه خام البراند او مزيج براند هو خام نفطي يستخدموه باش يسعروا به ثلثي انتاج النفط العالمي خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية وتونس منهم طبعا ورغم أن الدول الأوروبية تستهلك أغلب انتاج خام البراند لكن يتم تصديره مرات للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأفريقية وباعتبار أنه فما برشا أنواع متاع نفط 160 نوع سيدي بابا خويا 160 نوع متاع نفط حتى عن نوع باهرة وإحنا وليبيا عن نوع باهرة وسهل الانتاج تم الاتفاق كما قلنا باعتبار انه فما برشا انواع تم الاتفاق بين المتعاملين في الاسواق في اسواق الخام على اختيار انواع محدده تكون بمثابه معيار للجوده وعلى اساسها يتم التسعير ابرزهم خام برانت وخام غريب تكساس عرفتوه تكساس تاع صاحبنا تاع جورج بوش غرب تكساس غرب تكساس تاع جورج بوش تاع صديقنا فما حتى توا معناها فما توندونس على هذاك كم تاع لي البترول نتاع الغاز دو شيست شيست الغاز دو شيست تما في امريكا ما عندكش فكره با عندهم خاطر مساحات يحبوا يعملوا في تونس اما على البيئه البيئه دونجورو
معناه يولي يعمل زلزال ويولي يعمل برشا حوايج. وتم اختيار نذكر خام براند باعتباره افضل انواع النفط في العالم من انواع النفط الخفيفه اللي نسبه الكبريت فيها منخفضه. يتغير سعر البراند يوميا والمحدد هو النشاط الاقتصادي العالمي والاسواق الماليه. فمثلا ارتفعت اسعار النفط مزيج براند الخام في حدود $74 نهار الاربعاء البارح 15 سبتمبر بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحده وهي اكبر مستهلك للوقود في العالم، بالاضافه لتوقعات بتعافي الطلب مع تسارع وتيرة التلقيح ضد الكورونا. برانت كنفط متكون من 15 حقل مختلف في بحر الشمال يا حاتم برافو، بعض منها تابع لبريطانيا والبعض يتبع النرويج. النرويج اللي مثلا عامله صندوق سي يصرفوا منه ما يصرفوا منه صندوق للاجيال صندوق ريطة. صندوق سيادي ما يشريو بيه في نيويورك ويشريو وهو اكبر صندوق انت عندك خيط عاد في النرويج. بالله سامحوني بالله نحكيو في سامحوني نعطيو في معلومه مهمه. عاملين صندوق سيادي من مداخيل النفط ما يصرفوا منه حتى فرانكو، صندوق استثماري للاجيال القادمه وهو اكبر صندوق سيادي في العالم. لا السعوديه لا الامارات لا امريكا لا شوريك شنو النرويج. اسم براند جاء من لقب اطلقته شركه شيل على حقل نفط قامت باستغلاله في منطقه بحر الشمال، وبما انها اعتادت تسمي الحقول النفطيه باسماء طيور سميته باسم طائر البراند ايوز البراند العصفور النادر الايوز هذا هوني قلنا ايوز ايوز. يلا شكرا يا كابتن يعطيك الصحه ظهر فيك لقيت حويجه غدوه اعطيها لنا من مصادرك مصادر فاتني يا مواطن مع الياسر. شكرا لكامل فريق حاتم الحاج كالعاده في رمضان بديع بن جمعه والكابتن كابتن تونيجيا الكابتن خالد حسني شكرا لك يا عروض في الاخراج امين السعيدي كذلك في الاخراج علولو في الاعداد. توت سويت تجيكم فايز العرفاوي الاخبار على اي اف ام قبل الف لك شاو تعطيكم اخر اخبار الطرقات. نهاركم طيب مع المتيو احسن جورية.